السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المشاهدين ديالي؟ لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد ان شاء الله يا ربي، ونتمنى يا ربي يعجبكم هادشي اللي كنقدم لكم. اليوم غندير معكم البريوات، وهانتوما معايا المشاهدين. هنا عندي البصلة، عندي صدر ديال الدجاج، هانتوما كتشوفوا عندي زيت الزيتون، هنا عندي القزبر والمعدنوس بجوجهم، معلقه صغيره من هذا، معلقه من هذا، وهنا عندي العطريه يا البنات، شكنجبير، الخرقوم، شويه البزار، شويه الكمون. انا كيعجبني ريحه الكمون. هنا عندي الملحه، الثومه، يعني الثومه ديال البودره يا البنات، عندي شويه القزبر اللي مطحون، ها هو راه كاين هنايا، وهنايا هنا عندي الشعرية الصينية. وهانتوما البنات يعني ساهلين، وهانتوما معايا، تابعوا معايا ان شاء الله حتى نكمل الفيديو ديالي، حتى نكمل هادشي اللي كندير. وتبارك الله عليكم البنات، راني عارفه ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ليا كامل المشاهدين ديالي. دابا راه درت شويه ديال الزيت الروميه، وغندير البصله يا البنات. هانتوما درت البصله دابا، وغندير الصدر ديال الدجاج. مع ولادي انا ما كيبغيوش البنات الخضره بزاف، ملي كتبان فيهم الخضره ما كيبغيهمش ليا. اللهم درتهم هكا غير بالبصله وهذا، يعني باش ياكلوهم ليا وليدات، يعني حتى هما ياكلوا شويه. وهانتوما معايا حتى النهايه ديال الفيديو، تبارك الله عليكم. الشعريه الصينيه راني درتها يا البنات في الماء طايب، هانتوما كما كتشوفوا. دابا غنقطرها عاد نحطها ان شاء الله. وهانتوما معايا، تابعوا معايا الفيديو حتى النهايه ديالو. غنشحرو مزيان مزيان عاد ندير العطريه يا البنات. درت الثومه ديال البودره يا البنات، ما بقاتش عندي الاخرى، ودرت شويه ديال الثومه الاخرى، ما درتش. وهانتوما البنات، من بعد ما طاب داكشي ديالنا كامل، ودرت شويه ديال القزبر ومعدنوس كما كتشوفوا، وندير الشعريه الصينيه ديالي. وهانتوما النهايه ديالها كيفاش جات، ودرت شويه ديال الفورماج البنات. هذاك الفورماج المدور ما بقاش عندي الاخر، حليت الفريكو ديالي ما بقاش عندي، واللي درت هذا راجلي كيعجبو بزاف الفورماج. وهانتوما البنات النهايه ديال البريوات ديالنا، يعني قلت شحال هادي ما درت هادشي، بالك غنديرهم اليوم للغدا، درت هادو. ودابا غتشوفوا النهايه ديال الفيديو، داكشي اللي درت للغدا ديالي، غير الشلاضه اللي ما بينتش، يعني ما بقاتش عندي الوقت باش نصور وكلشي. درت شويه ديال الشلاضه ديال الخضره يا البنات، يعني فورت الخضره، ودرت لها شويه ديال البزار وشويه ديال زيت الزيتون، وجات زوينه يا سلام هذيك الشلاضه. ومع هادشي وقليت شويه ديال وهانتوما كتشوفوا البنات النهايه ديال البريوات ديالي، جاو زوينين، كلاوهم ليا الدراري تبارك الله، يعني عجبوهم بزاف بزاف. مع درت كلهم البنات، درتهم كاملين، درت كامله الباكيه، وتبارك الله الوليدات كلاوهم، عجبوهم، كلاوهم مزيان، الحمد لله، اللهم لك الحمد.
وكنشكركم المشاهدين ديالي، كنشكركم بزاف 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 بزاف. وهانتوما غتشوفوا داكشي باش شاركت البريوات ديالي، درت شويه ديال اللحم درتها لولدي الكبير ما كيبغيش بزاف هادو، وشويه ديال الكبده. هانتوما كتشوفوا المهم داكشي اللي درت الغديوه ديالي اليوم، يعني جات خفيفه ظريفه والحمد لله كلينا، الله يخلف ويجعل شي بركه وتبارك الله عليكم البنات. وريت لكم غير الطريقه باش كندير البريوات ديالي، اما هادشي ديال هذا راه كلشي كيعرف يديرو، وما شاء الله عليكم والله يحفظكم ليا والله يعاونكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف 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 يا احلى متتبعين.